وحد يصلح لي لو انا بقول رقم مش دقيق يعني، لكن كل محطه منهم عمل هندسي محترم بهدراته، بالطرمبات اللي هتتحط فيه، بالشغل اللي عشان اجمع مصرف عكس اتجاه الانحدار الطبيعي، ولم الميه دي كلها اللي كانت بتلقى في الحاله ديت في المكس مش كده، واروح واخدها عامل لها معالجه. هي بالمناسبه هي كانت اتعالجت قبل كده وتم تدويرها قبل كده حتى، لكن احنا قلنا هندورها تاني ونعالجها معالجه ثلاثيه متطوره تاني عشان نعمل ده. كل عمل هندسي واحد في محطه من محطات الرفع ديت بتشيل عشان تنقل ميه 7.5 مليون متر في اليوم، دي محطات عملاقه كبيره جدا، بتعمل جنب منها بنيه اساسيه ضخمه جدا للطاقه اللي هتشغلها كهرباء. يعني لما تيجي تتكلم مع وزاره الكهرباء في البرنامج بتاع تغطيه المحطات ديت بقد ايه بيتكلف، هتلاقي رقم كبير قوي. برضو بقول تاني، احنا بنتكلم هنا مش في 10 مليار و20 و50 و70 ولا ب100 ولا ب150. وعشان كده بقول ان احنا محتاجين اعلاميا تغطيه اعلاميه حقيقيه لعمل، وانا مش بقوله يعني فضلا ولا منه من الدوله على الناس، ده شغلنا يا دكتور مصطفى، لكن من حق الناس انها تشوفه وتتعايش معه، تشوفه ليه؟ لان اللي بيتعمل يعني فضل كبير من ربنا قبل كل شيء، لكن والله والله ارقام ماليه هائله، ثم جهد عمل بيتبذل يفرح الناس ويطمنها على ان احنا متحركين عشان اوصل لل 2.2 او حتى 2 مليون فدان يعني. فده انا بتكلم هنا في حاجه تانية خالص غير الكلام مع معالي وزير الزراعه على الرقم نفسه، انا بتكلم احنا عايزين نوري الكلام ده للناس كلها في مصر عشان تعرف ان في جهد كبير جدا وتكلفه كبيره جدا الدوله بتعملها عشان تحاول تقلل من فجوه الغذاء، فجوه الايه الغذاء، لكن يظل النمو السكاني اللي انتوا اتكلمتوا عليه تحدي كبير. اذا هنا بنتكلم في 2 مليون فدان تقريبا، وهنا حوالي 0.5 مليون فدان، يعني حوالي 2.5 مليون فدان. احنا بنتكلم على ان ده استخدام اعاده معالجه مياه صرف زراعي، معالجه ثلاثيه بتكلفنا كتير عشان نحط بيها الارض ديت. ارجو ان احنا النقطه دي نغطيها في التغطيه. يعني انا لقيت ان في ناس متطوعه، مش احنا، متطوعه عامله منزله على اليوتيوب مراحل من ديت. طبعا هم يعني ما اعرفش مين اللي عمل كده، لكن مشكورا يعني. طب احنا بنعمل ايه؟ انا بتكلم لينا وللاعلام كله.